حاوي يا وحاوي ايوحة ناخد الاثارات ايوحة تقولش معانا ليه يا عمر؟ عشان مش موافق على اللي انتوا بتنيلوه ده هوت. اعقل يا بابا اعقل. صدقني يا بابا يعاقب بقانون كل من يقوم بالحفر خلسة. يقوم بالحفر ايه؟ خلسة. تصدق ان انت عيل ابن خلسة؟ بتضحك عليا متخلف انت يا متخلف. كل من يقوم بحاسه اثار يعاقب بالسجن لمده 15 سنه مع الاشغال الشقه. وانت متخلف مش عايز تشتري شقه؟ ده كنز كنز ولقيناه. نخرس اخرس يا نباش القبور. كنز جدودك اللي قعدوا الاف السنين يحوشوا فيه عايز انت في ثانيه واحده تبعثوه. جدودي اقاو شلها جدودي ده انا بيع ابويا. اخرس يا كلب. سمعت ليه؟ انا بيع ابويا. مش انت اللي جبتنا حد هنا؟ مش انت اللي وديتنا على طريق الخراب؟ مش انت اللي قلت لي هات المنجل وتعالى احفر معايا؟ انا بيع ابويا. ما انا حضرتك انا معاك. سمعته؟ انا مش عارف اسمعه من اللي انت بتقوله في ودني. خلاص تعالى يا حبيبي اطول على الجبل وتقرفنا بس عندنا شغل. ده ايه وحش؟ اوفر موت. كل حياتك اوفر. عمري ما عجبتك.